ما ادري شنو تفسير هذا الموضوع. من هو المجاري مكتوب عليه امانة العاصمة مصلحة مجاري بغداد. هذا شارع البعصية في كيفان قطعة 2 مع شارع عبادة. شيء عجيب يعني، اول مرة اشوفه هني. يعني العادة مثل هذول كلهم ملوك الكويت. هذا اللي هو كويت درينج مكتوب عليه اليمه، بس هذا مكتوب عليه أمانة بغداد.